مرحبا. مثل ما سمعتوا درسنا اليوم هو على مقطوعة رقصة ستي. طبعا رح ناخذها أجزاء لأنه هي إذا بناخذها قطعة واحدة كتير رح تكون شوي صعبة ومعقدة، فبالتالي لما ناخذها أجزاء رح نقدر نعزفها، وخصوصا إحنا بعدنا على مقام صبا لا. عزفنا احنا المره الماضيه صبا لا، طيب شلون راح نبدا بالمقطوعات؟ اتفقنا الايقاع دم يتك يتك دم يتك يتك دم يتك يتك، احنا راح ناخذها ناشفه طبعا، بعدين انت فيك تزغرف فيها واحنا راح نقول لك كيف تزغرف بنهايه الدرس. اذا بالبداية لا سي لا صول لا 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 سي لا صول لا، لحتى يطلع معك الإيقاع بهذا الشكل. هاي إيدنا اليمين رح تضل من أول المقطوعة إلى آخرها بهذا الشكل، لا لا سي لا صول لا. هلا رح نفوت بالموسيقى، إذن العلامات لا صول لا سي دو ري دو سي لا سي لا صول لا لا صول لا سي دو ري دو سي لا سي لا صول لا مي ري دو سي دو سي لا سي لا صول لا مي ري دو سي دو سي لا سي لا صول لا لا صول لا سي دو ري دو سي لا سي لا صول لا لا صول لا سي دو مي ري دو دي ري مي دو ري سي دو دو، كله على بعضه. طبعا خلصنا المقطع الاول وبدنا اياكم تتمرنوا عليه كثير المقطع الاول لانه هو اهم مقطع عنا واهم شيء الريشه. احنا ما بنطول بالدرس طبعا مشان انتم يكون عندكم وقت انه تتعلموا هذه المقطوعه، وشكرا لكم. واذا بيعجبكم الماده فيكم فقط تشتركوا ان ما كنتم مشتركين او تفعلوا الجرس. شكرا.